يعيش سكان حي زريغات ببشار تحت تهديد الموت بسبب تواجد أعمدة الكهرباء داخل منازلهم، وذلك بسبب إنجاز مؤسسة سونالغاز لهذه الأعمدة داخل أراضيهم قبل أن يتم بناؤها. 2008 خدمونا في الأراضي نتاعنا هاد سونالغاز، هادي خدمتنا هاد الأعمدة الكهربائية، ومن ثم هما موقفيننا حتى رخص البناء خدمناهم. بعد قالك بنوا عليه، وقالك اللي بغى شي حاجة يخلصها من جيبه. كل هذا الخطر المحدق بهم وبأبنائهم، إلا أن المواطنون لم يتجنبوا هذه الأعمدة خلال إنجاز منازلهم، بل طالبوا من مصالح سونالغاز بإزالتها. الناس هذه عندها رخص البناء وبناس عليها، كي داروا بناو عليها؟ بناو عليهم ساكن، هما كانوا ساكنين في زرايب، تغبنوا مدة 5 سنين هما يستناو كيقولها الدولة باش تقلع هاد البوطويات، ما كانش اللي تصنت ليه. ناضوا بناهم ساكنون يسقروا ولاد، هو سقروا داك. راه يدير لينا خطر، وكي تكون الظلمه ندخلوا فيه. كاينه هذه راه هنا البوطو، والدار الاخرى في وسطها، كاع الضالي راه في وسط الديار. اش كاينه؟ وين مرينا؟ ما كان والو. حاولنا التقرب من مدير الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز وكذلك رئيس بلدية بشار، لكن وجدنا أنفسنا ندور في حلقة مفرغة، فالكل يتهرب ويوجه أصابع الاتهام للطرف الآخر، فمن يتحمل المسؤولية يا ترى؟